ناخد كابتن اسامه نبيه مدرب العام لنادي الزمالك. كابتن اسامه مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل مشاهديك الكرام. وحشني يا كابتن. انت فين؟ انا اشتغل بستخبى. ايه يا كابتن؟ لما بشتغل بستخبى، انت عارف لما بشتغل بستخبى. ماشي يا كابتن ماشي، عشان خاطر الزمالك نعديها مش مشكله. ماشي اكيد اكيد، وحشني كتير والله. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يوفقك دايما ودايما موفق حبيبي يا كابتن سيف حبيبي. الزمالك يا كابتن ماله؟ فنيا الزمالك النهارده مش في حالته الطبيعيه. شوف زي ما انت طبعا ذكرت وقلت، احنا بقالنا مباراتين بنخسر، اما مباراه انتي ومباراه الجيش، وده طبعا ليه تاثير نفسي علينا اكيد مفيش كلام. النهارده كمان مباراه من المباريات المهمه، المباراه اللي هي بتوصلك لنهائي كاس، وده المطلوب. النهارده اللعيبه طبعا احنا غيرنا الطريقه النهارده بشكل 3-4-3، سيبنا الهدف في اول 10 دقائق برضو اربك حساباتنا شويه، لكن اللعيبه كان عندها العزيمه والاصرار ان هي ترجع للمباراه، ورجعنا من خلال دقيقتين على طول ان احنا قدرنا نرجع للمباراه ونحقق طموحنا اللي احنا بنشتغل عليه، وهو الوصول لنهائي الكاس في موسم اللي هو استثنائي، الموسم اللي هو ما عندناش فيه كويد، الموسم اللي احنا حصلنا فيه على بطوله الدوري، وده المطلوب وده الهدف اللي احنا شغالين عليه. حاله معنويه بترجعك مره ثانيه بالوصول لنهائي الكاس، مكسب النهارده مكسب مهم، ممكن الاداء يبقى على فترات، لكن لو احنا اشتغلنا واحده واحده كده وشفنا ادائنا هلاقي كره الاستحواذ معانا، وفي اكتر من فرصه ضيعناها، في مفيش توفيق في بعض الفرص، لكن احنا استحوذنا على مجريات الامور تقريبا في ال 45 دقيقه الاولى وحتى ال 45 دقيقه الثانيه، على بعض الفترات خسرنا الكوره اللي فيها غلطنا بضربه جزاء اولى وغلطنا بضربه جزاء ثانيه. التوفيق كان معانا، ما كانش حليف اسوان، بنبارك لاسوان صعودها للدوري الممتاز وعودتها مره ثانيه، لكن طبعا اكيد مش كل مباراه هنكون، وديك شايف الدوري كله، الدوري كله والنتائج كلها اللي حوالينا سواء في الدوري في الفرق المختلفه بتشوف ليها تذبذب في المستوى وتاثر في المستوى، لكن احنا اكيد متاثرين بالخسارتين اللي احنا خسرناهم في الدوري. طبعا اكيد خسرني، ولو ما اعترفناش بدوت مش هنقدر نصلح. تكمله الاعتراف يا كابتن، لولا عواد ما فاز الزمالك النهارده؟ طبعا موفق بشكل كبير جدا، وكون ان هو يصد ضربتين جزاء طبعا بيحطك على الطريق الصحيح وحطك على التراك الصحيح. لو الضربتين الجزاء دول تسجله هتبقى النتيجه 3-2 واكيد هتطلع خسران، فلازم ننسب برضه الفضل لمجموعه اللعيبه وننسب الفضل الاكبر في تصدي عواد بضربتين الجزاء. دي حاجه يعني الحاجه لابد ان احنا نقولها ونعترف بيها، حاجه معنويه كويسه للاعيب زي ما انت اتكلمت عنه وقلت ان هو جات له الفرصه ومسك فيها، ان شاء الله ما يفرطش فيها ويمسك فيها، ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون احسن واحسن ان شاء الله. هو جبل شغالين بالتناوب بشكل كويس. هل يا كابتن اللعيبه اللي انتهت عقودها، انت اكيد اقرب واحد لعيبه في الحديث معاهم، اللعيبه اللي انتهت عقودها في اتفاق معاهم ان يكملوا نهايه الموسم ولا الامور دي لسه مش واضحه؟ انت عارف احنا تطرقنا للموضوع ده اكثر من مره، وانت انا شفت لك مداخله امير كان موجود معاك. اللعيب عنده عقد لنهايه الموسم هيكمل لنهايه الموسم، اللعيب اللي عنده عقد بنهايه مده محدده هينهي مدته المحدده. مفيش لاعب عنده مده كابتن، مفيش لاعب عنده مده، يبقى كل اللعيبه اللي موجوده عقودها لنهايه الموسم هيكمل معانا نهايه الموسم، الا اذا الامير قال لك الكلمه دي. الا اذا اللعيب خد قرار الرحيل قبل انتهاء مده عقده، ودي بالتالي هتبقى فيها عقوبه على اللاعب او هترجع عليه زي ما بيقولوا ورده كابتن اسامه. جايز كل شيء وارد، ما يعني ما اقدرش ما بقاش كذاب، وجايز يحصل، جايز حد يطلع ياخد قرار زي كده. جايز السنه اللي فاتت كنا شغالين كويس وفرجاني ادى معانا بشكل كويس، وبعدين في الاخر خد قرار الرحيل لانه كان بينتقل من دوري لدوري، وده وضع طبيعي. هو السؤال يا كابتن، اسامه، يعني مثلا على سبيل المثال بن شرقي فيها ايه الصعب ان حضرتك تجيبه؟ تعالى بن شرقي، انت دلوقتي الامور ايه؟ هتمشي امتى؟ القصه ايه؟ ليه اللعيب اللي بيجي يفضل قاعد لحد اخر ثانيه سلام عليكم طق، حتى ما بتقدرش انك تجد البديل او تحضر البديل؟ ايه الصعوبه في دي؟ لا احنا 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 يمكن الفتره دي مختلفين، احنا بس عندنا مشاكلنا الفتره دي يا كابتن بتكمن. احنا عندنا كانت عندنا البدائل، حتى يمكن السنه اللي فاتت قبل ايقاف القيد لما انا ليا كانت كلمه شهيره ان احنا نقدر نعوض غياب سياسي، لو تفتكر كلامي حتى سالتني نفس السؤال، تقدروا تحضروا البديل؟ تقدروا تغيروا؟ كان امام عاشور انا فاكر.
الله برافو عليك. لكن السنه دي مختلفه شويه، ان انت ما عندكش التدعيمات وما عندكش الاضافات اللي انت ضفتها، يعني ما عندكش سكواد كبير جدا. المره اللي فاتت والسنه اللي فاتت قلت لك بالصدر انا عندنا بنقدر نعوض غياب كاسي، عندنا امام عاشور لو لعب وخد، وديك شايف امام عاشور بيتالق وبيأدي بشكل. طب انت ازاي؟ طب انت كابتن اسامه بمنتهى الصراحه اتكلمت مع بن شرقي وقلت له عارف هو مكمل لنهايه الموسم ولا لا؟ شوف هو لعيب محترف بيحافظ على سريته، بيحافظ على شغله، وده وضع طبيعي جدا ان هو يحافظ على شغله وسريه. كابتن شغله. بس هو الطبيعي يحافظ على المكان اللي قاعد فيه 3 سنين. مفيش كلام، لكن انت النهارده اللعيب اللي شغال معاك بتقدر تستفيد منه لحد ما هو يقرر ان هو يقول لك متشكر انا خلاص كده نهايه عقدي يوم كذا، عندي شرط في عقدي، عندي تاريخ محدد في عقدي، وبالتالي هتضطر تحترم دوت ونشوف نخلق بقى ساعتها او نعمل البديل او ندور على البديل. احنا بقدر الامكان بنحاول الفتره دي، عارفين ان السكواد اللي موجود النهارده عندنا 20 لعيبه كتير. طب انا هقول لك حاجه يا كابتن اسهل من كده عشان انا حافظك كويس. انت عارف كل حاجه وحافظ كل الناس اللي بتطلع معاك يعني. طبعا يا كابتن الله. مش يا كابتن مش سنين يا كابتن. طب بقول طب دي واحده يا كابتن، انا لو ما حفظتش ولا حد اكيد احفظك انت. عيش يا كابتن، ده انا قعدت معاك اكتر ما قعدت مع الاولاد في البيت. صح كده، برافو عليك. صح. انت انا والكابتن احمد ناجي. ايوه طبعا. لا ولفه ودبي وروسيا وهنا عشنا كتير يعني. صح، احلى ايام يا رب دايما يا رب دايما تبقى احسن ايام. حضرتك عارف كل حاجه ومحضر نفسك. نعم. بدون الدخول في تفاصيل. نعم صح. ايوه انا لازم اتعامل مع الامر الواقع اللي ممكن يتفرض عليا في اي لحظه من اللحظات. لا انا فاهم انا قصدي عشان بس اطمن، حضرتك عارف كل حاجه وعارف التفاصيل ومحضر نفسك بدون دخول في تفاصيل صح؟ بالظبط كده. بس خلاص اكيد. هو ده المهم يعني. المنافسه السنه دي وعوده الزمالك لمستواه، يعني كل الناس النهارده الزمالك وصل النهائي والف مبروك، خطوه مهمه جدا، ولكن الناس فنيا قلقانه. طبعا فنيا قلقانه طبيعي، الضغط النفسي والبدني على اللعيبه بيأثر علينا بشكل كبير جدا، وده مهم جدا. قلقانه طبيعي الناس تقلق. قلت لك احنا ما عندناش السكواد الكافي والناس عايشه ده معانا وجماهيرنا عايشه ده معانا. النهارده عايز اقول لك على حاجه، احنا عندنا 20 لعيب، شيكابالا مصاب، طارق حامد مصاب، وسيسي بره، هم دول مجموعه اللعيبه، زائد حمزه المسلوسي مصاب. هي دي مجموعه اللعيبه اللي لك ان تتخيل ان هي هتكمل ال 15 اسبوع اللي جايين في عمر الدوري اللي جاي. صراحه صراحه الله يكون في عونكم. فيها صعوبه طبعا. لكن احنا ان شاء الله اللعيبه اللي موجوده على قدر المسؤوليه بتحاول بتجتهد عندها دافع ان هي تكمل، والدليل النهارده ان احنا الموسم اللي هو صعب قوي دوت اللي الناس كلها شايفاه صعب قوي دوت، احنا لحد دلوقتي احنا بطل الدوري اللي فات، وان شاء الله باذن الله يكون لنا نصيب كبير جدا ونجمع بين ثنائيه الدوري والكاس، وهتبقى دي في تاريخ نادي الزمالك وفي الفتره اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الفتره الصعبه دي اللي احنا عانينا فيها الموسم اللي فات من اللجان ومن بعد مجلس إدارة عننا، هتبقى حاجة بالنسبة لنا نفتخر بيها، وده اللي احنا بنسعى له، زائد المنافسة إن شاء الله بقوة وبشراسة على بطولة الدوري اللي احنا بنلعب فيها إن شاء الله هل حصل يا كابتن يعني اتصال مع الكابتن إيهاب جلال في ميعاد عودة الدوليين في بعد مباراة كوريا قبل ماتش الأهلي؟ أنا لسه عامل مكالمة دلوقتي مع يعني حد عشان أستفسر منه على سفرهم إمتى ورجوعهم إمتى، لأن أنت عارف يا كابتن سيف في مباراة بعد 4 أيام، ممكن أكيد هيرجعوا يوم 15، معلوماتي إن هم بيقولوا إنه هيلعبوا يوم 14 آخر يوم في الأجندة الدولية، عودتهم هتكون يوم 15، الاستفسار بتاعي هترجعوا إمتى؟ تاريخكم إيه؟ لأن بعد 4 أيام في مباراة كلنا بنستناها يا كابتن سيف، أنت عارف هي مباراة القمة اللي إحنا بنستناها من السنة للسنة أو من الدور الأول للدور الثاني، وبالتالي نتمنى إن المباراة دي تليق باسم طبعا الكره المصريه، عشان كده عايز اعرف اللعيبه دي هترجع امتى، وعايز اعرف ظروف الطيران اللي هم هيسافروها، معلوماتي لسه يعني هتاكد منها خلال ال 48 ساعه اللي موجودين، سواء الطياره طياره خاصه، هيرجعوا بعد المباراه مباشره على القاهره، يعني هيكونوا متواجدين يوم 15، هل هيكون في تعديل في جدول الدوري؟ مش هيكون في تعديل في جدول الدوري، هيكون في تعديل في جدول كاس مصر الجديد اللي هو هيبدا. لا يا كابتن، لا في تعديل في جدول الدوري ولا في تعديل في دوري في جدول الكاس، لا القديم ولا الجديد. تمام،
هو ده بقى، بس انا عايز اعرف المواعيد اللي ده ده ده, ده 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 تصريح رئيس الرابطه احمد دياب امبارح معانا على الهواء. تمام، ده كلام يحترم. المواعيد بس اللي هيسافروا امتى ويرجعوا امتى من المجموعه، لان انت عارف زي ما قلت لك مباراه مهمه جدا بعد 4 ايام، مباراه قمه، مباراه فيها بطوله الدوري ومنافسه على بطوله الدوري، هيبقى تبقى مباراه لينا مهمه جدا سواء للزمالك او للاهلي. تمام، عندك يا كابتن تمتلك عدد، انا ما اتكلمت مع امير اول امبارح مكالمه على الهواء، امير بعت رساله لجمهور نادي الزمالك السنه الجايه ما تقلقوش، احنا استلمنا في ظروف صعبه، ما عنديش قيد، لعيبه ماشيه، لعيبه قاعده بغض النظر عن التفاصيل، ولكن السنه الجايه احتياجات نادي الزمالك اعتبروها موجوده. هل بنيتوا من دلوقتي فريق السنه الجايه؟ بنينا من شهرين. تمام، يعني بدانا نشتغل من شهرين، من اول ما توليت المسؤوليه انا بشكل فردي، ثم وجود مستر فيريرا بعديها، احنا شغالين من اول يوم ان احنا مش عايزين نمر بالظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها السنه دي. فطبعا عشان تبقى دايما سابق بخطوه وخطوتين لابد ان انت تشتغل من اول يوم، وده اللي عمله مستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته، وطبعا امير باشرافه على الكوره، هو محضر، ومش محضر من دلوقتي، هو محضر من ساعه ما رجع المره الاولى قبل الانتخابات، وبعد الانتخابات هو محضر الخطوات اللي احنا هنشتغل عليها باذن الله. هو مرتب الحقيقه. ان شاء الله باذن الله تكون خطوات ترضي جماهيرنا وترضي طموحنا ان شاء الله للمنافسه على كل البطولات دي. هل في لعيبه في الدوري المصري كتير تقدر تحط عينك عليهم يكونوا موجودين في نادي الزمالك؟ بس المهم فيهم انت تقدر تختار لعيبه كتير في الدوري المصري، لكن الاهم من كده ان اللعيبه اللي تيجي تقدر تتحمل المسؤوليه مع نادي الزمالك. ده مهم جدا. يعني تعرفها منين يا كابتن؟ تعرفها منين؟ لا لابد انه لازم كل دوت يخضع للتجربه وتشوف، وده وضع طبيعي جدا. لعيبه ياما كتير بتبقى لعيبه كبيره جدا في فرقها، وبعدين تيجي تحت الضغط النفسي والعصبي اللي بتمر بيه مع نادي الزمالك او مع الانديه الكبيره، بتبقى ادائها مختلف عن ما بتكون بتشوفها، لكن لابد ان انت تجرب. لكن في عناصر مميزه شغاله فرق كتير في الدوري المصري بيأدوا بشكل كويس، من الممكن او بنامل احنا وبنطمح احنا ان هم لما يكونوا موجودين في وسطينا يقدروا يشتغلوا بشكل احسن وافضل. بن شرقي لو مش موجود في نادي الزمالك وتأثيره ان هو مش موجود، هل يتأثر نادي الزمالك ولا لا؟ ولو الاشاعات ان بن شرقي يقترب من الاهلي شيء يقلق ولا طبيعي؟ سنة الحياة، لو اللعيب عايز ينتقل او عايز يمشي او عايز يرحل بتبقى سنة حياة، وده وضع طبيعي جدا، هو بيشوف مصلحته فين، واحنا كمان بندور على البدائل. لكن بن شرقي الفترة اللي اشتغلها معانا سواء ال3 سنين اللي فاتوا او الفترة دي، هو مركز، هو بيدي احسن حاجة عنده، هو بيطلع افضل حاجة عنده، بنتمنى له التوفيق. لكن خلاص بقى ولا زمن ان اللعيب يروح من هنا لهنا، فانت تشغل بالك وتجري وراه وتسعى وراه، صفقات بتروح وصفقات بتيجي، ولعيبه بتنجح ولعيبه بتفشل، وامثله كتير راحت من هنا لهنا نجحت، وامثله كتير راحت من هنا لهنا فشلت. فاحنا مش عارفين اللي بكره في ايه لمين، لكن لابد اللاعب يكون عنده ذكاء. ذكاء مهم جدا، يكون لاعب ذكي. تتوقع ان ده ممكن يحصل يا كابتن؟ ما اتخيلش، يعني ما تتوقعش. يبقى انت عندك المعلومه، حافظك. عندي المعلومه. عندك المعلومه. بن شرقي بنسبه كبيره ممكن يكمل مع الزمالك؟ عندنا فرصه كويسه، هو لعيب كويس ولعيب اضافه، لو حابب يكون في وسطينا ويكمل في وسطينا اهلا وسهلا، مش حابب يكمل في وسطينا برضه يعني بنتمنى له التوفيق في اي مكان. تمام، توقعاتك السنه دي يا كابتن على الدوري الممتاز، هل يستمر الصفاره الاخيره؟ ان شاء الله، يعني من شكل الجدول وشكل المنافسه وشكل المباريات، والفرق كلها عندها الدوافع والحوافز، الانبي بياخد منك 3 بونت، والجيش بياخد منك 3 بونت، البنك بياخد من النادي الاهلي، الاتحاد بياخد من بيراميدز، فكل دوت هتكتيف، واضح ان هو الدوري هيبقى برضه مش من بدري، هيبقى مع صفاره النهائي. دوختوا المنتخب الوطني في حراسه المرمى، يعني حطوا عينكم على الناس، على ابو جبل دخل ابو جبل السباق، ريح ابو جبل، هات عواد، حط عواد في السباق، يتالق عواد، دخل عواد السباق. كويس جدا للحضري ولكابتن ايهاب جلال، وكويس جدا للجهاز الفني للمنتخب ان يتخلق له في مكان اكثر من لاعب، وده المطلوب المرحله اللي جايه، الافضل والاحسن والافيد للمنتخب والاصلح للمنتخب يتم اختيار، وده مهم جدا، ونتمناها في الفراوده، ونتمناها في مركز المساكين، ونتمناها في مركز الديفندرات، وفي دلوقتي مركز الديفندرات دلوقتي
يعني مشغول بشكل كويس، نتمناها في كل الاماكن، هتبقى فايده اكيد للمنتخب المصري وللكابتن ايهاب جلال في المقابل. تتوقع ان عواد يقترب منتخب يا كابتن؟ والله يعني اكيد اكيد، هو لانه هو اصلا في الاصل لعيب دولي يا كابتن. لو انت طبعا تراجع سيرته الذاتيه هتلاقيه هو لعيب منتخبات شباب، هو لعيب منتخبات اولمبي، هو لعيب منتخب اول، كان معانا فتره من الفترات في المنتخب الاول ايام مستر هيكتور كوبر، ولعيب ابن منتخبات يعني زي ما بيقولوا، ورجليه في المنتخبات، ممكن يتواجد الفتره اللي جايه. لو لعب له 5 6 ماتشات قبل كده او بعد كده هتلاقيه بنفس الشكل ونفس المستوى، اكيد الناس مش هتبص له بنظره محترمه، واكيد هتظلمه وهتدي له حقه يعني. صح، اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن اسامه، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للزمالك، والف مبروك التاهل للمباراه النهائيه، مبروك لحضرتك، لامير، مستشار مرتضى، جمهور نادي الزمالك واللاعبين. حبيبي الف شكر ليك، متشكر، بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك.